مشاهدينا ننتقل الآن إلى مؤتمر صحفي من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. مساء الخير، ازي حضراتكم؟ احنا بنتواصل دايما كل يوم في نهاية كل يوم، ان النهاردة اليوم الخامس للجنة تلقي أوراق الترشح، احنا في آخر اليوم، والنهاردة الساعة 1:30 حضر السيد عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وقدم طلب الترشح ومرفق فيه المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، وده نهاية اليوم الخامس. يبقى النهاردة كده تقدم 3 أشخاص لطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لانتخابات 2024، واللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14/10 لغاية حتى الساعة 2 مساء وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا، ومع حضراتكم إن شاء الله كل يوم. شكرا.